ومن العاصمة اللبنانية بيروت أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية معنا في هذه اللحظات مباشرة. إذن أحييك أحمد. دلورت يعني السعر في لبنان هنا، الحكومة اللبنانية ترى أن اعتماد آلية التسعير بالدولار سوف يحقق الاستقرار، فكيف يمكن أن يعني الاعتماد على الدولار هنا في التسعير من أنه قد يقوي العملة اللبنانية الليرة المنهارة حتما في الأيام والشهور الماضية؟ تحياتي لك في البداية حساني. وفي الحقيقة أن اعتماد دولارة الأسعار في السوبر ماركت وفي أغلب السلع في لبنان هو أمر يضعف العملة اللبنانية أكثر وأكثر، وخصوصا أن قطاع السوبر ماركت ربما هو كان القطاع قبل الأخير لموضوع الدولارة. هناك دولارة للسلع الاستهلاكية، هناك دولارة للأجهزة الكهربائية، للسيارات، لكل الصناعات تقريبا في لبنان، كان باستثناء السوبر ماركت والخضروات. الآن دولارة للسوبر ماركت، وربما يكون هناك اتجاه لدولارة الخضروات، أسعار الخضروات والفاكهة خلال الفترة المقبلة. ولكن كل هذه الأمور كشفت عن تلاعب كبير للتجار في الأسعار. كان هناك تسعير عشوائي، سعر الدولار في السوق الموازية هو السعر المعتمد للتسعير، ولكن كل تاجر يعتمد سعر الصرف المناسب له. كان هناك زيادات بنسبة تصل إلى 30% من السعر الدولار أو السعر المعتمد للدولار في السوق غير الرسمية. كل هذه الإجراءات جاءت نتيجة الانهيارات المتتالية لقيمة العملة اللبنانية منذ 2019 وحتى اليوم، حيث كان سعر العملة في مطلع عام 2020 1500 ليرة للدولار الواحد، ووصل إلى 93000 ليرة للدولار الواحد قبل عدة أيام، قبل أن ينخفض جزئيا إلى 80000 ليرة، ثم يعاود الارتفاع اليوم إلى قرابة 84000 ليرة للدولار الواحد، وسط توقعات بمزيد من الانهيارات في ظل غياب الإصلاحات الاقتصادية الحقيقية. صحيح. وفي ظل استمرار الأزمة السياسية الراهنة. وأيضا يعني كما قلت أحمد في النهاية أن يعني فشل انتخاب رئيس جمهورية أو الشغور الرئاسي هو الذي يؤدي إلى تدهور العملة الليرة اللبنانية أكثر فأكثر. أشكرك على هذه التفاصيل من العاصمة اللبنانية بيروت أحمد سنجاب، كنت معنا مباشرة.